اهلا وسهلا فيكم حبايبنا ومتابعين بهار ونار. اليوم رح نكون معاكم مثل العاده على مدار ساعه، واكيد اكيد اكيد رح يكون عندنا اكلات بتشهي ومواضيع كمان حلوه كثير رح نحكي فيها لليوم. عشان هيك بدي اطلب منكم تفوتوا على صفحتنا على الفيسبوك، الصفحه الجديده عمان تي في كيتشن على الفيسبوك وعلى الانستغرام، لحتى تحضرونا على اللايف وتشاركونا بمواضيع اليوم. واكيد طبعا اي استفسار او سؤال عن وصفات اليوم نحن جاهزين لحتى نجاوب عليها. اليوم مين معي؟ أنا امتياز. أنا ضايعة اليوم. كيف حالك ضايعة؟ والله أنا ينطبق علي مصطلح ضايعة. ضايعة اليوم كتير. صح. اكتشفت أنا اسمع بجيب الأغراض كلها جاهزة معي. اكتشفت انهم نسينهم بالسيارة وهلأ طالعين حلقة وفيش إشي. وما الأغراض مش موجودة. مش مشكلة، إحنا على كل حال أنا وياك بنقعد نحكي بندردش ولا ورانا أصلاً، هاي فرصتنا إنه نحكي براحتنا. شايفة شايفة كيف أمورك اليوم؟ الحمد لله تمام. إيش اليوم جمال غير عادي برفعة الشعر؟ اليوم غيرت بس يعني شوي مستغربة حالي، بس حبيت. بس حلو حلو كتير. عم بيعطيك هيك جمال بين وجهك أكثر. حبيبة قلبي أنت القمر، وأنت مجنني كمان الميك اب اليوم على فكرة. حتى مع بعض هيك إحنا على الواتساب على انستغرام. حبيبتي حلوة مش بس هون 100%. طب شو بدنا نعمل اليوم؟ اليوم وصفاتنا كلها كوسة، كونه موسم الكوسة. الكوسة نسيتها كلها الحمد لله، فوصفاتنا كلها رح تكون بالكوسة. عملت لكم أفكار غريبة مختلفة بسيطة. حلو. أنا بحس الكوسة كتير مظلومة بالمطبخ، مش كتير مندخلها بطبخات، مش كتير مندخلها بأكلات، فاليوم بدنا نحاول نعملها بأكثر من طريقة. رح نعمل أول إشي قوارب الكوسة باللحم المفرومة والبشاميل، فكرة كتير لذيذة. رح نحط لها زي صوص. حلو. رح تطلع طبقات بطريقة كتير حلوة، مش زي ما إنه الناس متعودين إنه هيك حبة الكوسة بس شوية لحمة. لا رح نعملها زي طبقات. بعدين رح نعمل عجة الكوسة السهلة السريعة للكوسة الزايدة عنا، وبرضه من الكوسة المبشورة اللي بتزيد عنا رح نعمل كيكة الكوسة أو تارت الكوسة، فكرته لذيذة حلوة. ورح نعمل كوسة بالبيض. حلو كتير كوسة بالبيض. يعني كل أغلب الأشياء اللي عم تحكيها شغلات جديدة مش متعودين عليها. يعني أنا مش متعودة مثلاً الكوسة بالحلو بالكيك. ما رح تعرفي نفس قصة كيكة الجزر، نفس الفكرة بس ما بتحسي انها فيها كوسة إنها او جزر. فيها كوسة. اوكي. ففكرتها حلوة رح نزينها. على فكرة عاملة هيك جزء بسيط بس هلا بنرتبها نتكتكها. 100% اكيد. لسه هيك حلقتنا باولها ورح نعمل كثير شغلات من هالاكلات ومن هالحلو اللي رح نعمله اليوم. وشو بدنا نحكي اليوم؟ موضوع كمان كنا عم نحكي فيه فوق. قوليلي ملكة المواضيع. قوليلي ملكة المواضيع. اسمع، كنا عم نحكي اليوم واحنا بغرفة الميك اب عم نجهز حالنا شو بدنا نحكي. قلت لها انا جايبالي احكي بموضوع بس عشان ما يحكوا انه احنا دائما منحازين للسيدات، فانا جبت الموضوع لا السيدات ولا الرجال بنفس الوقت. رح نحكي عن ناس لما تكون انت على بر الامان اياك انك ترتبط فيهم، يعني ناس انت بتعرفهم ولكن قبل الارتباط في علاقه رح تصير علاقه جديه. اذا هاي المؤشرات رح تكون موجوده بهذا الشخص سواء كان رجل او امراه وكم ترتبطوا فيهم، عشان احنا نحذركم. بس قصدك كشريك حياه؟ انت كشريك حياه طبعا. هي مستقصده كل اللي بدهم يتزوجوا هلا، زي اللي بتقولكم سوري لازم بتقولكم ما تتزوجوا. لا انا بالعكس، انا بدي اعطيهم تنبيهات اذا ما لقيتوا شغله من الشغلات رح احكيها اليوم روح اتكلوا على هذا الحكي. طب عن جد جاوبي بصراحه، هذا الحكي عملتيه لما تزوجتي؟ شوفي انا غير، انا نعم ايش انت غير؟ انا بقول لك ليه غير، لاني كنت يعني كنا بالجامعه احنا لما تعرفنا على بعض. أوكي. يعني كنا لسه صغار فما كنا ماخذين كل هاي الامور يعني انه جديه، ما فكرنا كثير فيها عرفتي. هي خلص اجت مع الوقت، تعرفنا على بعض على اهل بعض هيك ومشيت الامور كل شيء تمام. بس انه لما تيجي انت بدك تفكر، انا عم بحكي للناس اللي لساتهم على بر الامان وبدك تفكر بشخص ترتبط فيه، لازم تنتبه لشغلات معينه. هي يمكن مؤشرات لشغلات كبيره بس احنا ما بنكون حاسين فيها. أنا عندي مبدأ بالزواج، بتعرف شو عن جد حقيقة وتعلمته من صديقة اللي اشتغلت معها قبل شي زمان يعني. أوكي. إيه المهم كانت تقول لي، كنت أنا لسه صغيرة متخرجة جديد من الجامعة، كانت ضلها تقول لي الزواج زي البطيخة 100%، يا بيضة يا حمراء. صح. يعني يا بتخيب يا بتصيب. فهلا أنا مع، يعني مع أنت بتاخذي ممكن إنسان عنده كل الصفات اللي أنت بدك إياها بس كشركة حياة ما بزبط. ما بزبط. صح؟ صح 100%. ممكن تاخذي حدا ما بشبهك بالمرة وتزبط مع بعض الحياة 100%. فهي عن جد زي البطيخة، يا بتخيب يا بتصيب. بالضبط هي هاي. عشان هيك إحنا بنحب دائما نعطي هيك شوية مؤشرات صغيرة ممكن تساعدكم إنه تحسوا إنه هذا الشخص فعلا مناسب زي ما أنتم شايفين، أو ممكن هاي شغلات تخليكم توقفوا شوي تفكروا بالموضوع اكثر تتعمقوا فيه اكثر لتشوفوا اذا بيناسبكم او لا. كمان احنا شغلات عم نحكيها هي بشكل عام بس ممكن هذا الشيء اللي انا بشوفه سلبي شخص ثاني يكون بيناسبه بحياته 100%. صح. فنحن عم نحكي بشكل عام. رح نبلش مع الرجال اللي بدهم يرتبطوا عشان ما يقولوا انه طب شو هيك قبل ما تبلشي نبلش ناخذ مقادير وصفتنا الاولى عشان احنا وصفاتنا كلها كوسه. ناخذ مقادير الوصف ونحكي براحتنا. يلا على المقادير.
رح نحتاج لقوارب الكوسة بالبندورة، كيلو كوسة، بصل مفرومة، نص كيلو لحمة مفرومة، معلقة كبيرة ثوم مهروس. أما لقوارب الكوسة بالبندورة أيضاً رح نحتاج للصلصة، بصلة، ثوم مهروس، عصير 4 حبات بندورة، معلقتين كبيرة صلصة بندورة، ملح وفلفل أسود، وأيضاً بهارات مشكلة. لصوص البشاميل رح نحتاج معلقتين كبار طحين، معلقتين كبار زبدة، 2 كوب حليب من المها، وجبنة موزاريلا. ورجعنا لكم اكيد من بعد ما شفنا المقادير، وخلينا نشوف كيف رح نعمل قوارب الكوسة بالبندورة. انا بحس ميكس الاكلة هاي بندورة وكوسة ولحمة وهاي الشغلات من الاشياء المحببة للجميع سواء كانوا صغار او كبار. صح، اسمع انا بقولت لك الكوسة مظلومة كثير معانا بالمطبخ، مش كثير بندخلها باكلات، مش متعودين عليها ممكن لانه سعرها شوي اغلى من البطاطا والباذنجان، ولكن اليوم بدنا نغير هالفكرة تماما. اول شيء بدي اعمل الحشوة، انا حطيت لحمة انا بحب استخدمها مفرومة ناعم. أوكي. بدي اعصجها، عصجها اللي هي عبارة عن بصل ولحمة مفرومة، تمام؟ بدي أضيف عليهم، عادي تحطوا البصل قبل اللحمة قبل، ما رح يفرق الصراحة. أوكي. مجرد ما يتغير لونها بضيف عليها البهارات، تمام؟ وبدي أحضر صوص البشاميل على السريع اللي هو عبارة عن معلقتين من الزبدة أو معلقتين من الزيت أو السمنة. أوكي. بنضيف عليهم معلقتين من الطحين، تمام؟ بنقلبهم شوي، بنضيف كوبين من الحليب. أوكي. تقدري هلا تحكي عن بس ما احرك البشاميل. يلا خلينا نجهز البشاميل، وانا حكيت قبل ما ناخذ المقادير انه بدنا نبلش مع الرجال. هدول الرجال اذا انتم بتعرفوا ناس او اشخاص معينين عم بتفكروا ترتبطوا فيهم، بدكم تفكروا بهاش 4 شغلات المهمين تقريبا 4، لحتى تعرفوا اذا هاي او هاي البني ادمه انه مناسب ترتبط فيه او لا. طيب يلا هاتي اشوف معك بالحياه او لا. انا بحب هالسؤال. اول شغله شو بقول لك، البنت او الصبيه الانانيه. كيف يعني انانيه؟ يعني كلها بدها كل شيء لإلها تاخذ بلا ما تعطي. استني، انت قصدك الرجل ما يرتبط بهاي السيده؟ بهاي السيده بالضبط. طيب اوكي يلا. فاول شيء بنقول انه هي الفتاه الانانيه اللي بيحكوا لك انه هي بس بتحب تاخذ من دون ما تعطي. تمام. وهي عاده بتكون بتنظر للرجل كآله مصرفيه. اوكي. كمصاري يعني. ذكريني احكي لك مثل او جمله سمعتها قبل كم من يوم. بالضبط، هاي من الشغلات اللي كثير مهمه، واظن في كثير ناس بيعانوا كمان من هذا الموضوع. كيف تقدر تنتبه لهي الشغله؟ كيف؟ لما تروح مثلا تجيب لها هديه، جرب جيب لها ورده. أوكي. اذا شفتها زعلت وحردت، اعرف انه هي لا عم تتطلع على الموضوع ماديا. صبايا الايام هاي رومانسيات، بحبوا الاشياء المعنويه، كارت. بالزبط. ورقه، قصيده، كلمه، هي هاي ولا احلى منها هاي الشغلات. فمش معك انا بس. لا هلا هي اذا زعلت معناته هي ابدا مش رومانسيه، هي عم تطلع على الموضوع مادي، هي ما بدها ورده. أوكي. هي طيب. بدها شيء اثقل من ورده. بدها ذهب، بدها عطر، بدها ما بعرف شو. يا اختي كنا بنحب الذهب، ايش قصتك انت؟ هلا كنا من يعني انا انانيه مثلا؟ لا بس بتزعل اذا اجاكي ورده. ورد قصدك؟ ورد ورد. هلا انا ما بزعل، بس تعرفي شو، هي يمكن مرات في مناسبات معينه بتحسي لانه لا بدها اثقل من ورد. شفتي الحقيقه هيك بلا، هلوم هيك عم بيحكوا لنا انه بدك تعرفها، جرب جيب لها شيء بسيط وشوف اذا بتزعل او ما بتزعل. هذه اذا انانيه او لا. طيب ماشي. اذا هي عم تطلع عليك انت كماديه ولا هي عم تطلع عليك كشخص معنوي حابه ترتبط فيه. طيب والشغله الثانيه؟ الشغله الثانيه اللي هي موجوده كثير بحياتنا، اللي هي الصبيه اللي رح تموت وتتزوج. طب هاي كل يعرفها، كل بده يتزوج. هاي بتكون ايش بدها؟ هاي بس بدها خلص شافت صحباتها عم يتزوجوا وعم بيعملوا اعراسها، تعمل عرس، بدها تكون عروس وتلبس فستان الابيض، بس أوكي. هي ما عم تطلع من الشخص اللي قدامها. اول واحد بيجي بوجهها بتقول لك اوكي يلا ماشي، بدي اعمل زي صحباتي. طب كيف رح كيف انت هو كرجل رح يعرف انه هي بس بدها تتزوج لانه ما بدها تتزوج؟ هلا هاي بتخيل انه يعني لما يتعرف عليها ويحكي معاها وياخذ ويعطي، ساعتها رح يفهم اذا هي شاريته كشخص بدها تتعرف عليه، بدها تعرف مين. أوكي. هو بدها تعرف عن حياته أكثر. إذا كانت كل هاي الشغلات بعيدة عنها وما عم تسأل عنه وبلشت على السريع تحكي بتجهيزات الزواج. حلو. ومستعجلة على الزواج. حلو. أعرف أنه هاي بس بدها تتزوج. حلو كتير. وهي ما عم تاخدك لأنه هي أنت شخص مناسب لإلها وهي بتحبك وبدها تعمل عائلة واستقرار وهذا الحكي كله. طيب يا ستي العزيزة، والثالثة؟ الثالثة بقول لك هي الصبية اللي دائما بتشوف حالها مضطهدة. يا الله هاي هاي كثير سهل تعرفوهم. بالضبط. كثير صحيح، كلنا مرات بنضعف وبنحس حالنا انه الدنيا قالبه علينا. اسمعي انا ضد المراه اللي بتحس حالها دائما الضحيه 100%. ضد انه زعلني، ضربني، قال لي، قتلني، يعمل لي. ما انت لولا ما اعطي مجال لكل هذا الحكي هو ما صار. ما بصير 100%. مش كلياتنا ضحايا يا جماعه، ما تكوني ابدا تلعبي دور الضحيه. بالضبط. كملي ستي عشان لازم اجاوبك انا. كملي 100%. فهذول الصبايا اللي دائما بتشوف حالها انه ما انا اهلي عملوا فيي هيك وما
اهله هيك عملوني وهو هيك عم بيعمل فيي ودائما مظلومه وصحباتي هيك عملوا فيي، عرفتي هاي دائما بتدمر الناس اللي حواليها بتحس حالها دائما مظلومه، هي ابعد عنها لانه الحياه السلبيه لحقيتك لحقيتك وين ما تروح 100%. طيب ورابع نقطه او رابع سيده مش لازم نرتبط فيها ونبعد عنها اللي هي دائما مفتقده للشعور بالامان. بتحس انه هي صح. يمكن ما في حدا حواليها، ما في حدا يدعمها، ما في حدا فهي بدها شخص بس تعتمد عليه، شخص بس انه خلينا نقول يقدم لها بيت، في ناس بدها بس انه يصرف عليها، بس انه يساعدها بمصروف البيت، من تترك شغلها تقعد بالبيت، هاي بدها شخص بس يعني بس مصدر امان، هي ما عم ترتبط فيك كشخص لانها هي حبيبتك انت كشخص. فانا برايي هدول الاربع انواع لازم احنا نبتعد عنهم لانه يمكن ما رح تكون حياتنا ماشي بسلاسة، أنا بقول يعني رح يكون فيها شوية صعوبة. شو رأيك أنت عاد هلأ؟ شوفوا من الآخر أنا عندي قلت لك برجع بعد لك إياها موضوع الزواج كيف، ولكن أهم ما بربط أي شخصين سواء رجل أو مرأة يكون في بيناتهم مستوى معين من الثقافة، صح. مستوى معين من الاحترام، مستوى معين من التقدير، ومستوى معين من اللي هي العلاقات الاجتماعية أو الأسرة الاجتماعية، صح. اجتماعية لازم يكونوا قراب على بعض، باخذها أغنى مني، أفقر مني، أحسن مني، أبشع مني، يكونوا قراب، صح. إذا كانوا بهدول التفاصيل بتخيل الأمور رح تمشي منيحة. بس المهم أنا سمعت لك قبل كم من يوم قصة أو جملة عجبتني، بقول لك أغبى مع احترامات لكل حدا يعني مش قصد، بس إنه جملة استوقفتني وأنا بحب الصراحة الأشياء اللي تستوقفني هيك أوقف عندها، صح. أغبى النساء من تعتقد أن هناك من أحبها أوكي وهو متزوج، صح. وأغبى الرجال من يعتقد أن هناك امرأة تحبه لنفسه. المرأة بتحب، أنا بس حبيت استوقفت وبلشت أقرأ عنها. المرأة بتحب الرجل لأنه ما مصاري، لأنه حلو، لأنه رح يعطيها أمان، رح يعطيها حنان، رح يعطيها كذا، عرفتي كيف، مش لشخصه، لا يكمل احتياجاتها 100%. أوكي أنا هاي قرأتها يا جماعة، احنا شو قرأنا بلش عن حالنا بس أنا بس الصراحة حسيت لما تفكري فيها ببعد بتلاقي فيه منها كلام صح. تمام. والمرأة إذا بتعتقدي إنه هو حبك لحالك بتكوني غلطانة، هو برضو حبك وحب غيرك ورح يحب غيرك ويحب فيكي برضو أشياء معينة 100% لتكملي معاه الحياة. ف ما بعرف فعلا انا معك بهاي، يعني احنا دائما يمكن كسيدات هلا شوفي هلا بهذا الوقت الحاضر صاروا سيدات اقوى شوي من قبل، صارت عم تقدر تعتمد على حالها، عم نشتغل، عم نروح، عم نيجي، ما عم نخاف من الحياه، يعني بنقدر نواجه الحياه لوحدنا 100%. بس يعني اكيد هو كل شخص لانه هاي سنه الحياه الطبيعيه، كرجل بحاجه لامراه تكون معه بحياته، وكمان احنا كسيدات نحتاج لرجال يكونوا معنا بحياتنا ويسندونا ويدعمونا، فاحنا اكيد اكيد هو فكره الزواج هي احتياج لشخص ثاني 100%. بس احنا لازم لما نختار هذا الشخص اللي بده يكمل احتياجاتنا لازم يكون هذا الشخص الصحيح اللي مناسب لإلي لحياتي، يعني زي ما قلنا في ممكن انه انت بدك تاخذ وحده مش فارقه عندك هي اخذتك عشان مصاريك، احنا عم نحكي بشكل عام اذا انت بدك الحياه الطبيعيه السلسه، فالاحتياجات موجوده عند الجهتين طبعا اكيد، بس لازم نعرف نختار الشخص الصحيح لحتى احنا نقدر نكمل حياتنا معه. قد ما تختاري وقد ما تشوفي وقد ما تفكري الا ما راح يطلع شيء غلط فيه وشيء غلط فيها انتوا تقبلوا بعض طبعا، عن جد تقبل. حقيقه بحكي تقبل بعض، تتقبلوا سلبيات بعض. مروه راح تنتحر عشان ما عم تطلع. طيب نرجع للوصف نعيدها من الصفر لان الموضوع حلو بناخذ وبنعطي فيه وان شاء الله تستفيدوا من المعلومات اللي احنا بنحكيها، احنا بس بنحب نعرف افكار بعض واراء بعض بتفاصيل احنا وانتم بنقرا عنها او بنعرف عنها. أوكي. هلا احنا بالبدايه جبنا الكوسه قطعتها من النص، انا هلا بدي اجيب حبه خليهم يجيبوا لي اياها اورجيكم اياها، وحفرتها بالمعلقه، خلي اجيب معلقه اورجيهم عشان يكونوا متبعين معي. كل حبه كوسه من النص قطعناها صح، قطعتها من النص بعدين جبت المعلقه عملت فيها بهاي الطريقه. اوكي تمام. اخذت الكوسه او لب الكوسه الموجود جوا لصارت معي هيك، اتفقنا. هلا عملت صوص البندوره اللي هو عباره عن بصله حطيت فوقيه ثوم، حطيت عليه اللي هو بندوره مبشوره تقريبا 4-5 حبات او معصوره اللي بدكم اياه، بدي اعطيه غلوه غلوتين اوكي عشان رح كمل سوا مع الكوسه. حطيت عليه ملح، فلفل اسود، بهارات مشكل، تقدر تحطوا مكعب مرق بس انا الصراحه مش بحاجه. باخذ صوص البندوره اللي انا حضرته رح احطه كطبقه اولى، هاي فكره الاكل كثير لذيذه وبتتاكل مع رز، بتتاكل مع خبزه، مع شو ما اكلتوها كثير طعمتها طيبه. بعدين رح اخذ حبات الكوسه، ما تخافوا انا ما ستويت البندوره بس رح تفوت على النار تقريبا 20-30 دقيقه فرح تكمل سوا، واخذ كل حبات الكوسه اللي انا محفرتهم، هي البشاميل صار جاهز، اصفطهم مره ثانيه. اللحمه اللي معصجه كيف عملتها؟ حطيت بصله مفرومه، حطيت ثوم، حطيت لحمه مفرومه ناعم، بعدين
تركتهم على النار قلبتهم لتغير لونها، ما بتاخذ وقت اللحم المفروم الناعم، حطيت عليها ملح فلفل اسود بهارات مشكله، صارت لحمتي جاهزه تمام. بعدين عملنا صوص البشاميل اللي هو كان عباره، هي صوص البشاميل صار جاهز بجنن، حطيت معلقتين من الزبده او الزيت، ضفت عليهم معلقتين من الطحين، ضفت عليهم كوبين من الحليب، ضليت احرك فيهم بس يجهز عندي رشه من الملح، رشه من جوز الطيب، ورشه من الفلفل الاسود، بيكون هيك البشاميل برضه جاهز، هون اموره تمام، كل امورنا هون تمام، بقدروا بكون كل امورنا هيك 100%. بدنا ناخذ هلا شو بدنا نعمل، طبقه البندوره اول شيء، طبقه الكوسه ثاني شيء. هلا في ناس ممكن تقول لي ممكن نعملها شرحات، ممكن عشان ما تحشوها بطريقه حلوه، بس هيك لما تيجوا تسكبوها بتطلع حلوه تمام. اوكي بنقدر يعني قصدك بلا ما نفرغها نقطعها شرحات ونصفطها تصفيط اذا بحبوا. راح اخذ هلا اللحمه، بتقدروا تحطوا معاها لوز، بتقدروا تحطوا معاها جوز، بتقدروا توس اللي بدكم اياه، بس نوبر غالي غالي، بس يعني ركزي على الاشياء اللي منيحه ركزي على الاشياء ايش اللي سعرها كويس. عن جد عن جد تعرفي السنوبر صار بدك عرس عشان تعملي سنوبر، لازم يكون في مناسبه 60 دينار الكيلو، ليش يعني ليش تو ماتش صراحه عن جد، بلبنان ب 70 وب 80 دينار يعني بتحسي ارقام خرافيه. لا كثير مبالغ فيه تمام. واخر شيء راح اضيف طبقه البشاميل تمام، وبعدين على الفرن، على الفرن الحراره بدها تكون 180، بدنا نحطها النار شاعله بس من تحت، واخر خمس دقائق بس تستوي الكوسه. الكوسه لاني انا مفرغه منها لب الكوسه ما راح تاخذ معي وقت، يعني تقريبا 10 دقائق ربع ساعه بعدين بشعل النار من فوق تمام. هي تقريبا اخذت معي نص كيلو من اللحمه المفرومه. حلو اتفقنا، بتعرفي منظرها حلو وسهله، اسهل ما نقعد نحشي جدا سهله، ورح اشوفوا منظرها بالاخر. انا طبعا كل شيء فيه بشاميل بحب اضيف عليه والله غير احط اخر نتوفه. خلص خلينا نخلصهم كاملين 100%. وناخذ اخر شيء عندي البشاميل تمام. ايوه بس نحركه، البشاميل طالع ممتاز، استخدمت فيه حليب مها السائل. رح اخذ الطبقه اللي فوق تمام، يا سلام، وبعدين احط جبنه موتزاريلا. يا سلام، اتفقنا، بموت على البشاميل وعلى الجبنه تكون فوق هيك ودايبين. شوفوا هيك الطبقات كيف رح تطلع بجنن. هذا اللي كان بحكي لهم اياه. وبعدين عندنا جبنه الموتزاريلا على الفرن زي ما حكينا على حراره 180، شاعل الفرن من تحت، على الشبك اللي بالنص رح تاخذ معنا تقريبا من 15 ل 20 دقيقه، بعدين نحمر وجهها. حلو كثير، اتفقنا اتفقنا، وصارت جاهزه وما احلاها، واسهل من الحشي زي ما كنا عم نحكي. قعدي احشي كيف حبه حبه، خلص هيك طبقات، فكره جديده وحلوه ولذيذه وتطلع بوقت اسرع واسهل 100%. يلا على طيب. الفرن على الفرن، هلا رح ندخل هاي على الفرن لحتى نشوفها بعد ما تجهز. اول وصفه معنا لليوم، احنا رح نطلع مشاهدينا فاصل صغير ونرجع نكمل حلقتنا، خليكم معنا. اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا عن جديد، ورجعنا لكم بعد اول فاصل لحتى نكمل اكلاتنا. واليوم كل اكلاتنا مختصين او فيهم شيء اساسي اللي هو الكوسه بكل الوصفات، رح نعملها بالحلو، رح نعملها باكلات احنا متعودين عليها واكلات جديده كمان، كل هذا بالمطبخ بهار ونار. لحتى تحضرونا عبر اللايف فوتوا على صفحتنا على الفيسبوك الصفحه الجديده عمان تي في كيتشن، وكمان موجوده هي الصفحه على الانستغرام، احضرونا عبر اللايف وشاركونا بموضوع اليوم، وايضا اي سؤال او استفسار عن اكلاتنا لليوم برضه انا وشيف امتياز جاهزين لحتى نجاوبكم عليها. انت اعطيهم بس هيك اول فجاه اول صدمه لهم، انه بتقولكم كيف تختار شريك حياتكم، احكوا لي شو احسن صفه انت بتلاقيها بالشريك حياتك. صح، لازم تسالهم هذا شو احسن صفه بتلاقيها بشريك حياتك. حلو كثير، كمان هاي شغلات ممكن ننتبه عليها احنا بالشخص اللي عم نتعرف عليه جديد، اذا هاي الصفه موجوده فيه او لا وبتناسبني او لا، عشان اعرف انا اكمل ولا ما اكمل. برايك الواحد عشان تمشي الحياه اكثر المراه لازم تتنازل ولا اكثر الرجل لازم يتنازل؟ الاثنين الاثنين لقيمه الاثنين، اذا ما كان في تنازل من الطرفين صدقيني ما راح يكون في تساوي. معك، بس انا مع انه المراه سبحان الله بجوز سيكولوجيتها هيك وفكرها هيك انه بتضحي اكثر. هلا هو فعليا هذا اللي عم بصير، بس انا مش مع هذا اللي عم بصير، لانه طالما هي عم بتضحي اكثر وحاسه حالها عم بتضحي اكثر رح تضل هي شخص مش راضي عن الحياه اللي عايشها. عشان المركب يمشي، هلا بمشي، بس اذا انا مش راضي شو بدي بهالمركب بلا منه. لا هلا بصيروا بيحكوا لي عن جد بتشجع على الانفصال 100%. ديروا بالكم تسمعوا دينا، ديروا بالكم. طيب بدنا ناخذ هلا وصفتين سهلين كثير وسريعين كثير، ما رح ياخذوا معنا وقت، نعمل عجه الكوسه وفته الكوسه. يلا عجة الكوسة رح نحتاج نص كيلو كوسة مبشورة، بصلة مبشورة، بقدونس مفروم، معلقة صغيرة ثوم مهروس، كوب طحين، أربع حبات بيض، ملح وفلفل أسود، معلقة صغيرة كمون، ومعلقة كبيرة بهارات مشكلة.
كمان رح نحتاج كوسة مشوية أو مقلية، خبز مقلي. أما لصوص اللبن رح نحتاج كيلو لبن المها، ربع كوب طحينية، ربع كوب عصير ليمون، ملح، سنتوم، وللتزيين رح نحتاج لوز وبقدونس. وأكيد رجعنا لكم مشاهدينا لحتى نشوف هاي الوصفة كيف رح تكون وكيف رح نعملها خطوة بخطوة. هاي وصفة جديدة علي أنا بالنسبة لي. عجة الكوسة بحبها أنا الصراحة، تشبه عجة الزهرة كتير. طريقة تحضيرها كتير سهلة، بس خلينا نحط زيت لأنه ما رح تاخد معانا أبدا وقت تحضير. وأنا مو محضرة اليوم من ولا وصفة أي إشي لأنه وصفاتنا كتير سهلة. أول إشي نبلش بالعجة. الكوسة أنا بشرتها تمام، طلعي ناعم. بحب هاي القصص راح بشرتها على البلندر عشان شوي انه ايش امتياز اعطي بشرتي كل هدول. لا طبعا لا، راح اخذ بيض، راح اخذ تقريبا 4 بيضات، كوبايه من الطحين تمام. انا دائما على العجه بحب احط شويه بيكنج باودر، دائما بحس بخليها نافشه شوي الصراحه وبتمسك بطريقه حلوه. راح اخذ بصله مبشوره. وصفه كثير سهله يعني ما راح تاخذ ابدا وقت. هاي بصلة مبشورة، وعندي هون ثوم مهروس وكمون وملح وفلفل أسود وبهارات مشكلة تمام. يعني هيك بنكون خلصنا الخلطة الأولى. هاي الملح، هاي الفلفل الأسود تمام، وهاي البهارات مشكلة. هلأ في ناس بحطوا مكعب مرق، أنا بقولها إنه بالعجة مكعب مرق لا، ما إلها داعي صراحة يعني. ممكن تخففوا الطحين والبيض بشوية مي بس. اخلطهم كلياتهم هيك مع بعض. طيب حلو. في سؤال من امل بطايني عم تحكي لك، سلقتي الكوسه قبل ولا لا؟ لا لا لا، عشان هيك انا بدي اتركها بالنار عنا او بالفرن تقريبا 20 دقيقه. اوكي، عشان هيك ما تحتاج وقت. طيب وسؤالها الثاني بتقول لك بصير نحط بطاطا بدل الكوسه؟ بايش؟ بالوصفه؟ طبعا 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 اكيد بصير، بس برضو ما تسلقوها للكوسه، خلوها للبطاطا، خلوها زي ما هي، بعدين قطعوها من النص، شيلوا اللب اللي فيها، بتقدروا تحطوا اللب اللي فيها فوق البندوره. أوكي. بعدين تكملوا بقية الطبقات. حلو. أوكي؟ تمام. طيب جوري عم تحكي يسعدكم يا رب، نحن بنساوي عجية بلوب كوساية يلي بيطلع من نقر الكوسة، بحطوا له لوب لوب الكوسة. لوب بالكوسة بعملوا منه عجة مزبوط، وبحطوا له بصلة وثوم وبقدونس وبيض ورشة بيكنج باودر ودقيق اللي هو طحين ورشة كمون. نفس الطريقة، نفس المبدأ، نفس المبدأ بس لوب الكوسة بيستخدموه. خلينا بس نجيب البيكنج باودر. صح، هاي الفانيلا، هاي البيكنج باودر، نفس الطريقة. أنا بحب كتير بيكنج باودر بهدول الوصفات زي ما قالت، بيعطي نفشة كتير حلوة. حلوة. بس صح. عملت هيك الخلطة على السريع اللي هي عبارة عن 4 بيضات، كوباية من الطحين، معلقة من الملح، فلفل أسود، كمون، بهارات مشكلة، رح نحط بقدونس مفروم تمام، ورح نحط الكوسة المبشورة، وآخر إشي أنا حكيت لكم حطيت معلقة من البيكنج باودر، وحطيت بصلة وحطيت ثوم. حلو. تمام، حطيت زيت على النار. هاي فكرة العجة، في ناس بيعملوها شوي مرقة، بدل ما ياخدوها قطعة قطعة بياخدوها كقرص بتكون. أوكي. حلو. تمام، كليهما بزبط، الجهة اللي بدهم إياها أو الشكل اللي بدهم إياه بزبط، الشكل اللي بناسبكم. طيب حلو كتير. شادية عم تحكي يسعد صباحكم وأحلى وصفات، أحلى صفة بزوجها هي التسامح والتقوى. حلو كتير، حلو لما نشوف تسامح إيجابي. طبعا التسامح من أهم الأشياء لحتى الاثنين يكملوا حياتهم مع بعض، وحلو لما نكون احنا عم نطلع على الشغل او على الناحيه الايجابيه بالشخص اللي معانا. كثير في ناس بعد سنوات طويله من الزواج ببطلوا يشوفوا الشيء الحلو، بصيروا يشوفوا بس السلبيات، بصيروا يشوفوا بس الشغلات اللي هم ما بيحبوها للاسف. انا بحس بالعكس، كل ما زادت العشره، كل ما زادت عدد السنين، بحس كل ما حبوا بعض اكثر، والله تقبلوا بعض اكثر، فهموا بعض اكثر، هيك بحس، ما بعرف. هو هذا يعني طلع على ابهاتنا وامهاتنا. صح. بتحسي هيك، بتحسي انهم مقدرين بعض، عارفين ايجابيات كل شخص، متحملوا بعض اكثر واكثر. ولكن انا بحكي عن هاي الايام تقريبا، عم بتحسي انه صار زي كانه الشخص مجبور ينتقد الزواج وينتقد الشخص اللي هو معاه، ولو كان بطريقه يعني مزح او هيك، انه بيحكي وبده يمرق، بس مره على مره لما نضل نحكي احنا سلبيات بنبطل نشوف غير سلبيات. صح صح، مين بحلو دائما حتى بأسوأ الظروف اللي احنا عم نمر فيها، لو كنا عم نمرق بمشكله كبيره او بظرف صعب، لازم نضل نطلع شو هالشخص فيه شيء ايجابي، شو هالشخص شيء خلاني معاه اضل مستمره بهذا الزواج لهلا. فكل ما عم نطلع على الشغلات الايجابيه، كل ما بنكون احنا من جوا مرتاحين وقادرين، ساعتها هون احنا بنقدر نتنازل. انا لما احس انه الشخص اللي انا معاه، انا كنت عم بحكي لكم قبل انه لا، الاثنين لازم يتنازلوا، والمراه مش لازم تتنازل لحالها. ولكن اذا انت كنتي مع شخص شايفه فيه شيء ايجابي وشايفه فيه صفات حلوه انت حبيبتيها، ساعتها صحيح انت بحق لك انه تتنازلي، او هو بحق له انك تتنازلي علشانه لحتى تكملوا هالمشوار مع بعض. سمحتي لهم؟ سمحتي لهم اكيد 100%.
طيب شو هذا الشيء؟ هاي شكلها كوسة. هاي كوسة، بس بدنا نحكي شوي عن عجة الكوسة قديه سريعة قديه سهلة. حطينا أربع بيضات، حطينا عليهم كوباية من الطحين، كمان خففتهم بشوية مي، وحطينا ملح، كمون، بهارات مشكلة وفلفل أسود، وحركتهم كتير منيح مع معلقة من البيكنج باودر، بصلة وتوم. بعدين أخذت الكوسة المبشورة، ما في معيار معين، أنا حطيت لكم تقريبا نص كيلو من الكوسة المبشورة، ولكن ما في معيار معين حسب قديش انتو بتشوفوا بتحتاج من الكوسة. تمام، هلأ بنعمل فتة الكوسة قبل ما أقليهم، يعني شوفوا قدي أخذت بالمعلقة. انت عملتيهم أقراص صغيرة صح؟ 100% أخذت هلأ بيقدروا يعملوها قرص كامل، أخذت بالمعلقة كمية بسيطة وفردتها بالزيت. وأنا الصراحة ما بحب أقلي العجة بزيت كتير وفير، خلاص كمية شوي من زيت شعبان بتكفي، بتعطينا لون ومنظر كتير حلو. ما تقلبوها، ما تحركوها قبل ما تصير طبقة حلوة. أوكي. تمام؟ تمام. نيجي على الفتة. أول إشي أنا الكوسة أخذتها شرائح، تمام؟ حطيتها مع شوية زيت مع شوية ملح، فلفل أسود، هي قطعتها شرائح كتير رفيعة. حلو. بعدين حطيتها بصينية على الفرن تقريبا 20 لـ30 دقيقة. تمام. بتصير معي هيك هيها. أوكي. تمام، عشان تكون هيك خفيفة لطيفة مقرمشة. زي المنشفة تقريبا. 100% تعطينا نتيجة حلوة بالفتة. حلو. شرائح من الكوسة، رشة ملح، رشة فلفل أسود، رشة زيت زيتون، بعدين حطيت عليها أو حطيتها بصينية ودخلتها على الفرن. صار عندي كوسة مشوية، بقدر أقليها، بقدر أشويها عشان نعمل فيها الفتة. حلو. بس صراحة رح تكون أخف كتير إنها تكون مشوية طبعاً. عن مقلية عشان الزيت اللي رح يكون جواتها. كل ما بنقدر نخفف كمان مش غلط إنه نقدر نخفف، صحياً أكتر أفضل للعائلة يعني اللي إحنا عم نعملهم هذا الأكل. 100% رح نحط أول إشي الخبز. خبز المقلي، ما بعرف إذا حدا أكل مرة فتة كوسة، إنه شوي غريب الموضوع. أنا لا صراحة مش مارقة علي صح؟ فتة الكوسة لا. ما أنا بقول كتير مظلومة يعني، بنعمل فتة باذنجان، نعمل فتات كتير. هلا بزبط تحطوا معها لحمه مفرومه، بس انا حسيت انها ثقيله شوي. أوكي. فضلت انها بدون، بدي اقلب بس العجه لانه اخذت لون. مع انه بتعرفي الكوسه من الشغلات اللي طعمها بزبط مع كل الاكلات. يعني لانه طعم محايد. مزبوط بالضبط، طعمها محايد. فيعني زي ما انت قلتي هي مظلومه، احنا خلص متعودين لها على اكلات معينه نستعملها، ولكن هي كثير بتزبط بوصفات كثيره. وهلا في ناس كمان من المشاهدين بعثوا لي، بس نسيت اقرا التعليق، انه جربوا مخلل الكوسه. عمرك عرفتي؟ بتعرفي انا كنت بدي اعمله اليوم، بس والله لاني مش عامله منه كميه قبل اورجيهم اياه ما عملت، بس بدك تخلي لي قبل بوقت بس، ولا فكرته حلوه؟ حلو، وانا اول مره برضه بسمع بانه الكوسه ممكن نخللها، فهيك حلو الواحد بتعرف على وصفات كتيرة بالكوسة، بالإضافة لأنه هي عندها يعني فيها فوائد كتير عالية، إنه ندخلها بأطباقنا بالبيت للأولاد وللعيلة، فحلو إنه نقدر ندخلها أكثر بوصفات. على الكوسة لذيذة، وزي ما أنتي حكيتي بالضبط هي طعمها محايد، يعني مع شو ما دخلتوها بروح طعمها. صح. عملتيها مع بندورة بروح طعمها، عملتيها مع، حتى في ناس بيعملوا مقلوبة الكوسة، شوفي بس والله هاي هيك عم بتبقبق. شفتوا ليه أنا ما سلقت الكوسة أو ما ستويت الكوسة أو ما قليتها؟ الصلصة البندورة مع البشاميل مع كل إشي بتسبكوا مع بعض. أوكي. فخلص الكوسة هيك عندي بتستوي، لأنه الكوسة روحها كتير صغيرة بالطبخ فما بتحتاج. تمام؟ خصوصا إنها مقطعة مش حبة كوسة. 100% صح، 100% صح. طيب بدنا نعمل صوص الفتة. فتتنا هاي أسهل فتة بالعالم، بالأرض، بالكرة الأرضية. هي عبارة عن كوسة زيادة عندك قليتيها الصبح ما أفطرتوا عليها، لأنه في ناس كتير بيحبوا الكوسة المقلية الصبح على الفطور. رح ناخدها نفسها، نضيف خبز مقلي، بعدين ناخد من لبن المها، انا هاي امبارح استخدمتها بتتذكروا، راح استخدمها الكميه الضايله. راح احط عليها ربع كوب من الطحينيه، بحب كثير الطحينيه مع صوص اللبن كثير، طعمتها لازم هيك بتحسي انه لازم تكتري عشان طعمتها تكون قويه. 100% وحطينا عليها شوي من الثوم، شوي من الليمون، هاي ثوم، عندي هون ملح. هيك بصير عندنا صوص اللبن جاهز. تمام، حلو جدا. اتفقنا؟ يعني شوفي قد ايه يعني باقل من 10 دقائق حضرنا وصفتين من الكوسه، كثير حلوين كثير سهلين. شوفي فكره البيكنج باودر بالعجه، اذا ببين معانا يا سائد ما بعرف، بتنفخ عندي شوي، يعني صح. طلعي نفخت عندي شوي، شايفه؟ بس خلينا نقلبها على الجهه الثانيه عشان تاخذ لون حلو. تمام؟ تمام، سهله وبسيطه وسريعه وطيبه، اكيد طعمتها يعني كثير طيبه. 100%. طيب انا بس بدي الفته ايش رح نعمل؟ أوكي. رح نحط جزء من الكوسه فوق الخبز او كمان صوص اللبن، بعدين اخر اشي بدي احط بقيه صوص اللبن فوق الكوسه وازين بالكوسه. تمام؟ تمام، حلو كثير. طيب شو رايك هنا بهذا الوقت نطلع فاصل يب. لنرجع نكمل وصفتنا لليوم، خليكم معنا ما تروحوا لبعيد.
اهلا وسهلا فيكم مره ثانيه، رجعنا لنكمل وصفاتنا لليوم. اليوم حلقتنا بطلتها الكوسه، وكمان رح نحكي بمواضيع كثيره، او حكينا بمواضيع كثير مهمه اللي هم اشخاص لازم تبعدوا عنهم وما ترتبطوا فيهم. لا طبعا كل واحد على حسب احتياجاته، على حسب حياته، على حسب اسلوب حياته كمان. عشان هيك عشان تشاركونا بمواضيع اليوم بدي احكونا رايكم انتم، اذا بتوافقونا او انتم ضدنا بالراي. فوتوا على صفحتنا الجديده على الفيسبوك عمان تي في كيتشن وشاركونا بمواضيع اليوم، احضرونا عبر اللايف واعملوا شير للحلقه. وكمان اذا عندكم اي سؤال او استفسار عن وصفاتنا احنا اكيد جاهزين لحتى نجاوبكم عليها. شو صار؟ انا عم بشوف هيك شغلات مزينه وليمون، يعني بلشوا وصفاتنا يجهزوا لي. انا قلت لكم مش محضره قبل من الوصفات اليوم. بس ايش عملت؟ بفتت الكوسه، حطيت خبز، حطيت شوي من صوص اللبن، حطيت فوقيه الكوسه. الكوسه لاني شويتها شوي راح تكون خفيفه لطيفه، مش راح يعني تحسوا بعجقه الفته. أوكي. وكمان راح تعطيكم طعم كثير طيب. صوص اللبن حطيت جزء فوق الخبز، شوي من الكوسه، وراح اخذ بقيه صوص اللبن احطه كمان هون. انا بحب بس اترك الكوسة. فوق الكوسه بهاي الطريقه. تمام، دائما بحب اترك اطراف من الفته مبينه او من الكميه اللي بدي احطها من ايش عامله فته، عشان بين للناس هاي فته شو. شو فته شو، منظرها احلى على فكره، ببين شو في يعني 100%. هي هيك حلو. تمام، وبقيه الكوسه الموجوده عندي شو بنعمل؟ بنزين فيها. بدي ازين فيها هيك زي اشي بالنص، حابل ما اقلي اللوزات. حلو، يا سلام. تمام، صراحه منظرها واضح انها بتشهي. وعندي هون العجه تقريبا بلشت تجهز. اوكي، هي اللوزات هاي بس بقلبهم وبطلعهم، اقلبهم شوي شوي. هي امورهم رائعه، بتجنن بجننوا. تمام، والزيت اللي احنا حطيناه قلنا كميه كتير خفيفه. اوكي، واللون هيك صار مناسب. انا بالنسبه لي هيك بحبها. أوكي. في ناس بحبوها افتح شوي، في ناس بحبوها اسمك شوي. صح. انا الصراحه هيك شوي بحبها. بدي احط شويه زيت عشان اكمل بقيه الكميه، انا عامله كميه منيحه. بتعرفيش ايش مبدئي بالحياه انا. خلص، اللي كميات. بتعود اللي بتعود على الكميات ما بقدر. بعدين بالبيت احنا مش كتار، فبطبخ كميه منيحه، بعدين ببلش ايش ادور على حدا ياكل. والله لازم برن على اخواني تاكل، برن على ابوي بابا بدكش تتغدى، كل يوم نفس القصه. تعالوا خلص الاكل. لا بديش يجوا تاخذوا اكل، كل يوم نفس القصه، كل يوم. طب خلص بطلي اطبخي كل هالقد وخلص. بالضبط، انت على فكره زي انمار جوزي، متعود هم لانهم عيله كبيره، فمتعود كان بشوف ابوه مروح من الشغل حامل اكياس كبيره خبز وخضره وهيك شغلات. احنا اثنين يعني بس احنا اثنين. يعني خبزتين بكفوا. اول مره جاب خبز على البيت، الله لا يورجيك الكميات، الدينار. اسمح لي، حالتنا هيك احنا الكميات انه مش واسعه عندنا على الطاوله. طب لمين هدول؟ لاولادنا، اولاد اولادنا، رح نورثهم على اقل شيء. فخلص اللي بتعود ليعمل كميات كبيره مستحيل يتغير. بلا، زي ما انت حكيتي بالضبط، هي تعويد سبحان الله. صح. بدي اخذ اخر شيء لوز احطه على الفته. حلو، تمام هيك عشان ندللها، يعني مش يعني انها كوسه وسعرها رخيص وقصص، ما ندينها ندينها برضه بندللها. ندللها شوي، كل شيء على سفرتنا احنا بندلله، ما بنترك شيء من الدلال. شايفه على اساس يعني. طب قولي لي هلا نصائح الرجال للي بده يرتبط بسيده، يعني احكي لنا. هلا احنا قلنا ما بدنا نغاوز مع الستات لانه دائما احنا مع الستات، بس مش يعني كمان ما نجيب سيرتهم وما نساعدهم. طب يلا قولي، هاتي ساعد الرجال اشوف اللي بيحضروكي. شوفي هلا بدنا نحكي بالنسبه للصبايا اللي عم بتعرفوا على شخص وفي نيه للزواج لقدام. أوكي. هاي شغلاتكم تنتبهوا لها وتعرفوا كيف تتصرفوا فيها اذا كانت هاي اشياء موجوده هي مؤشرات سيئه. اول قاعده بحكي لك اياها ومهم كثير، هي انه الحبيب السيء زوج اسوء. اوه حلوه هاي، انا كثير حبيتها، كثير حبيتها. يعني دائما بتشوف يعني كثير من الصبايا يعني انت خاطبه ما حسيتي مش كويس، خلص مش كويس، خلص ما حيتحسن. احنا دائما بنحس انه يلا بعد الزواج بصير احسن، بعد الزواج بتروح من عنده هاي الشغله، بعد الزواج بصير يحبني. بتغير، بتغير لك على ما بتربيه جوزك عامل ما تعودي، هذا حكي فاضي. هلا اوكي رح يتغير ولكن للأسوأ. فما تتوقعي انه الصفات السيئه اللي انت ما بتحبيها انها تختفي او تصير للاحسن، بالعكس هي رح تصير للأسوأ طبعا بشغلات معينة. هلا في شغلات بسيطة طبعا ممكن انها تتحسن اذا بتحسي انه هو عنده قابلية انه يغير شغلات علشانك، هذا اشي تاني. بس في شغلة من الشغلات المهمة، ايوان اللي بحكي لك انه هو اذا كان مثلا ما بحب، ما بتحسي بحبك، ما بيهتم لك كتير، ما بسأل عليك كتير، ما بحكي، ما بتغزل فيك، بلكي مشغول. هلا مشغول شوي باليوم الا ما يفضى، يعني بلكي عنده كثير شغل المخلوق. حرام عليكي، بس مستحيل ما يفضى يعني. يلا طولي بالك انا مشغول. لا بتجنني انت صراحه، الله يعينها اللي رح تاخذ ابني انا متاكده. لا خلص هلا هن ضمنوا اي حدا. اسمعي شهم قد عمره؟
سنة وشهرين. أي حدا عنده بنت هلا عمرها سنة وأقل ما تقبلوا ما تقبلوا إذا إجت قدم لكم شهم. لا شوفي الفكرة هي إنه أنا برأيي كل حدا قد ما كان مشغول أكيد في وقت لشخص بحبه. صح طبعاً. أكيد في وقت يعني حق. ما تقولوا لي ما في وقت بالمرة، يعني أكيد في وقت تسأل تحكي تليفون تبعت مسج إذا أنت بشغلك بالليل خلصت شغلك أكيد رح يكون عندك وقت تحكي تليفون. لا هو ما بدي أحكي هلا صبح ولا ليل. ما هو يعني أنا بقول لك بدنا يعني بدنا شوي ما بدنا نقول دائماً مشغول مشغول، ما في شيء اسمه مشغول دائماً، في وقت لكل شيء وإذا أنت بتنظم وقتك أكيد في وقت لكل شيء. وكمان لما يشوفها مثلاً ما يتغزل إنه شو هالفستان الحلو شكلك اليوم حلو هاي الشغلات كلها إذا أنت بدك إياها بالحياة. هلا في سيدات ما بهمهم وما بدهم. لا اسمعي احدى الاشياء كمان اللي قراتها وكانت كتير حلوه انه المراه بس اكثر شيء بيعني لها بالدنيا الاهتمام. صح اهتم فيها طبعاً. رح تاخذ كل شيء ثاني بالضبط، فهو الاهتمام كتير مهم. بالضبط، فاذا انت شفتي انه هذا الاهتمام مش موجود قبل الزواج ما تحكي بكره متزوج وبصير يحبني. صح لا بالعكس رح يصير هذا الموضوع بالذات رح يصير أسوأ، فيا بيكون هو هيك الا اذا انت موافقه وراضيه بهاي الصفات بهذا الاسلوب وبهاي الصفات هذا شيء ثاني وبرجع لك. الشغله الثانيه المهمه كثير اللي هي التردد في قرار الزواج. لما تكوني انت مع واحد كل ما نجيب سيره الزواج مسكره على الموضوع هلا بعدين بنحكي بالموضوع ماما بس مش قابله ماما مش قابله بابا مش قابل بس يتزوج اخوي الكبير بس يتحسن الوضع المادي كل شو حافظينها هاي تصدقي تصدقي يعني كثير لي من صديقاتي بيمرقوا بهدول التجارب. صح. بكون طول الوقت زي الغوله وحده كمان حلقة. مجنونه انت مجنونه لازم ترجع تفكري لازم تعدي حساباتك. صح. بس صدقا اللي بيكون بالقصه مش اللي بيكون برا القصة طبعاً هي مو إشي سهل يعني أبداً يعني حتى موضوع إنه اثنين مختلفين زوج وزوجة تيجي أنت من برا القصة تسمعي الزوجة تركية أصلاً ليش ساتك معاه برافو بس أكيد الموضوع مش بهاي البساطة وصحابه بيكونوا يقولون نفس الإشي أو عيلته نفس الإشي عمرك ما تحكوا مع حدا من قصة واحدة 100% بحياتكم قصتين وكون عادل يعني حط حالك مكان هدول الأشخاص. صح صح ودائماً زي ما إحنا بنحكي الحكي سهل ولكن هو الفعل لما يكون لحد جوا الموضوع أكيد كتير أصعب، ولكن لما توصل الموضوع لحدود كتير كبيرة الواحد بطل يتحمل ساعتها إحنا بنحكي إنه ممكن يكون الانفصال. حاسة رح تسمحي لي أعمل الكيكة. بس ما حلت معلش أوكي ولا يهمك. طيب ولا كلها سمحت لي نعمل الكيكة خلينا نعمل الكيكة بالكوسة برضو إذا بزيد عنا 3-4 حبات نستثمرهم يلا. رح نحتاج لكيكة الكوسة بالشوكولاتة 2 طحين ربع كوب كاكاو 3 حبات بيض معلقة كبيرة فانيلا كوب سكر شعبان كوب زيت شعبان ربع كوب شوكليت شيبس وربع كوب لوز مبشور محمص. أيضا رح نحتاج 2 كوب كوسة مبشورة معلقة كبيرة بيكنج باودر معلقة صغيرة بيكنج سودا ومعلقة كبيرة قرفة. أما للتزيين رح نحتاج جبنة كريمية مع حليب مكثف محلى. وأكيد رجعنا لكم لحتى نشوف كيف رح نعمل الكيك من الكوسة. أنا شخصياً الموضوع جديد علي وغريب علي أني أشوف كوسة موجودة بحلو، بس هلأ اليوم رح نشوف زي ما حكيت لنا الشيف أنه ما رح تحسوا بطعم الكوسة رح تحسوها قريبة من كيكة الجزر أنه ما في طعم الكوسة طعم حاد للكوسة أبداً، هي رح تكون كيك. فهلأ نشوف كيف بتنعمل. بحب أحكي لكم شغلة، أنا كان عندي كمان وصفة بس مع الموضوع اليوم الشيق يا دينا هلسه راحت مش لها وقت خليها لحلقة ثانية. موضوعنا مهم كمان اليوم. لا كتير مهم وأنا المهم أنه ياخذوا أفكار حلوة وجديدة ويجربوها بالبيت. موضوع كيكة الكوسة كتير سهل، أول شيء ما بيفوت فيها لا لبن لا حليب ولا إشي، بس إذا هن بيحبوا يدخلوهم عادي بتقدروا تدخلوهم. راح نبلش أول إشي ب3-4 بيضات إذا كان حجمهم صغير، دائما البيض ركزوا على الحجم، إذا كان الحجم البيض اللي عندنا صغير بدل 3 بنحط 4، وعندي كوب من سكر شعبان تمام؟ أخذهم وأخفقهم مع بعض مع معلقة من الفانيلا. بحب كتير 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 أخفق السكر والبيض مع بعض لحتى يعطيني قوام كتير حلو. أوكي اتفقنا؟ اتفقنا. يلا نجيب الفانيلا. حلو. طيب بهذا الوقت أحمد عبد الرحمن عم بيحكي كلامكم صحيح لكن بالمستوى ثانوي، والإشي الأهم تطلع على الأخلاق والدين وكله بعدها بيهون والتفاهم بيمشي، وأكيد هذا الإشي بنطبق على الرجال كمان والله يعطيكم العافية 100%. صح حكي هلأ هو مزبوط. اسمعي الدين والأخلاق وأنك أنت تأخذ شخص أنت هاي أولويات بتلاقي هاي. في أساسيات 100% ما بتقدر تستغنى عنهم، هذا إشي كتير مهم. صح. ولكن الشخصية مهمة، الفكر مهم، الثقافة مهمة، المستوى العائلي مهم، المستوى الاجتماعي مهم، كل مهم. وزي ما أنتوا قلتي التقارب بين الاثنين مهم لأنه لما يكون في فرق كبير بيناتهم إلا ما يصير مع الوقت معي. إحساس بإشي غلط يعني. تعلمتها من حدا معانا من العيلة إحنا يعني إنه لا مرة سألت حدا لا خليني أحكي لكم هاي القصة كتير حبيتها. مرة كنت قاعدة مع ناس بشتغل معهم، ف
فبنتهم بدها تخطب صح. اوكي فانا بحكي له شو هو بنته الوحيده، فعم بساله بقول له شو هي احلامك لبنتك يعني زوج بنتك ايش ايش تتوقع الاحلام تبعتك له؟ حكى لي انه بدي اياه مثقف دارس، يعني كانت الصفات شيء كثير سهل وبسيط ممكن الاقيها باي حدا بالضبط، بس ما بدي اياه فقير معدم. بقول له ليش؟ يعني انه عادي خذوهم فقراء يغنيهم الله وكذا وهيك. بحكي لي لانه احنا يعني البنت عايشه بمستوى معين صح. لو تنازلت درجه 2 3 4 مش رح تنازل 10% 10 بالعشرة، فبدي اياه شوي يقدر يعيشها ما يستنى في تفاصيل ثانيه. فانا يعني بتعرفي في المنطق صح 100%، يعني ما بتقدر تاخذ حدا هون وانت هون او العكس لانه رح يطلع على هذا الحكي مع الوقت صح. رح يبين هي يمكن بالبدايه، هاي بالبدايات زي ما بيقولوا الاثنين بيكونوا موافقين ما عندنا مشكله 100%. رح نتقبل ورح نمشي بالحياه، ولكن الحياه اصعب من انه يكون فيها مشكله هالقد، يعني هذا الفرق رح يخليني استصعب اني اتاقلم معاه مع عيلته مع حياته 100%. هو نفس الشيء رح يستصعب يتاقلم، فهذا الشيء رح يؤدي لمشاكل. فكل ما كان في تقارب اكثر بالمستوى الثقافي والمستوى الاجتماعي وكل المستويات بشكل عام صح. بيكون الموضوع كثير اسهل وابسط 100%. والله طالعين يدينا هلا سمن الحلقه، يا داعيين عليك الناس، يا داعيين عليكي ان شاء الله لا حدا يتجوز ولا حدا ان شاء الله لا ان شاء الله خليكم على التسهيل احسن شيء بالدنيا صح؟ صح 100%. طيب شو رايك نكملها بعد الفاصل بكون خفق البيض شوي؟ بالضبط، خلينا نطلع فاصل صغير ونرجع نكمل. واكيد رجعنا لكم مشاهدينا من بعد ما زينت هالطبق اللي بجنن طلع شجره بقدونس شجره حكت لي زيني هيك طلع معي انا بالتزيين صفر هيك اكتشفت بقول لها حطي لك هيك نتفه بقدونس بالنص والله العظيم شجره شجره زرعناها زرعنا شجرة جديدة باركولنا. طيب شو صار بالكيكة؟ هلا هيدا المهم شجرة من الكيكة نسينا من الشجرة خلص. طيب احنا على السريع على كيكة الكوسة حطينا هون 3 بيضات، حطينا معاهم كوب من سكر شعبان، معلقة من الفانيلا، ورح اخذ كوب من زيت شعبان. لاحظوا انا لا حطيت لا حليب لا لبن ولا شيء، بس اللي بحب يحط بيقدر يحط، بس بتضيفوا شوي من الطحين. تمام حلو، انا يعني كيكتي تقريبا شبه جاهزه، هلا خبقتهم بس هيك مع بعض. راح اضيف الكوسه عندي تقريبا كوبين حلو برضه من المبشوره الموجوده عندي، هاي الكوب الاول راح احطهم كلهم مع بعض بالاخر. هيدي الكوب الثاني بشروها ناعم، يعني بفضل انها تكون مبشوره ناعم. عندي لوز او جوز او بندق اي نوع مكسرات عندي بالبيت بزبط. وعندي هون كاكاو كمية منيحة من الكاكاو، يعني تقريبا ربع كوب عشان يعطينا طعم ولون طعم الشوكولاتة. وعندي كوبين من الطحين ومعلقة من البيكنج باودر. هيك بيكون خلصت مقادير الكيكة تبعتنا. تمام، بدنا ناخذ أي قالب احنا، يعني كوبايتين من الطحين ممتاز بيعطينا العيار الصح. عندنا هي البيكنج باودر، تمام، عندنا معلقة، بدي اخفقهم مع بعض خفقه سريعه بتكون هيك الكيكه جاهزه. مره ثانيه على السريع حطيت 3 بيضات، اذا كانت صغيره بدي احط 4، ضفت عليهم كوبايه من السكر، ضفت عليهم كوب من الزيت، معلقه فانيلا، بعدين ضفنا كوبايتين من الكوسه المبشوره، ضفت عليهم ربع كوب من الكاكاو، وضفت عليهم اللي هي معلقه من البيكنج باودر، اذا بتحبوا بيكنج صودا شوي مش غلط. تمام حلو. خفقتهم كلهم مع بعض، بعدين على قالبي اي قالب انا بحبه او موجود عندي بكون دهنيته زيت، انا بستخدم قوالب الجرانيت اللي بتندهن بس زيت. اوكي تمام، بدخلها على الفرن على حراره 180. تمام، بدها تاخذ معي تقريبا نص ساعه، شايفين قوامها من غير حليب من غير لبن من غير ولا شيء، هذا ما احلى هي قوامها. تمام، نفس تقريبا قوام كيكه الجزر هيو. تمام اوكي حلو، خلص هيك بدي احطها بالقالب. الفرن عندي شعال على حراره 180 قبل ب5 دقائق، بدها تاخذ من 30 ل 40 دقيقه. قلنا دائما ما نفتح على الكيك قبل ما يمرق عليه ما يقارب ال 30 دقيقه. كيكه الكوسه ما رح تحسوا انه فيها كوسه، لانه زي ما قالت لكم دينا بالضبط طعمها محايد، فبتاخذ طعم الشوكولاته اللي حطيناها. بنقدر نحط لوز او جوز او بندق، او بنقدر نحط شوكليت شيبس المتوفر برضه بالبيت. ناخذها على الفرن نتركها تبرد، بدي ازينها بزينه كثير لذيذه رح تعطيها طعم كثير طيب. نخفف شوي الحراره. تمام، انا عندي هون حليب مكثف محلى علبه، وعندي علبه من الجبنه الكريميه، بتقدر تستخدموا بدالها اللبنه التركيه. اوكي تمام، بدك تجيبينا جبينا الكيكه، اخلطهم مع بعض كثير منيح، ولازم تكون الجبنه دائما بدرجه حراره الغرفه لحتى تدوب معي.
تمام؟ ناخذها نحط انا لانه هون القالب تبعي بيسمح لي احطها بالنص لانه غميق من النص تقريبا 100%. اوكي حلو. بعدين بدي ازينها بشويه شوكولاته. حلو كثير، يعني جد كمنظر ولا بتحسي انه فيها كوسه صح ولا طعم؟ انت كمان قلتي لنا ما رح تحسي بالضبط انه طعمها محايد وبيزبط وبيمشي مع الشوكولاته. هاي وصفاتي اليوم بالكوسه، بس الله عندي دجل وراي اليوم. كثير في جلي اليوم الجلي. بدي اخذ شوكولاته ذوبتها بالمايكروويف عشان ازينها بطريقه هيك لطيفه حلوه. حلو كثير. شوفي خلصت والله. هو اوكي راحت منا وصفه، بس يا رب استفدتوا من نصائح دينا هلا في الزواج. طيب في اخر نصيحتين لعدو، انت عم بتزيني لازم احكيهم. من الشغلات اللي كمان سيئه ممكن تكون بصفات الرجل اللي احنا ممكن نرتبط فيه، اللي هو بده اياكي تتغيري تغيير لنفسه ومش للافضل لإلك، يعني بيكون بده يغير من من منك كشخص كامل. بده اياكي تتغيري كشخصيه، بده اياكي تتغيري كشكل لحسب شو هو بيناسبه مش للافضل لإلك. يعني انا ممكن انصح حدا احكي له انه انت عندك صفات سيئه معينه، افضل انك تتحسن، افضل انك تتغير. هاي نصائح اوكي احنا معاها، ولكن هو بيكون بده يغيرك على اساس هو شو بيناسبه. يعني انا ما بحب البنت الهاديه، انت هاديه مثلا، انا بحب البنت الفرفوشه. طب انا طبيعتي هاديه وحره، انا هيك ما رح اتغير. صح، انت قبلتني لاني هاديه. بالضبط، انا بحب البنت اللي ما بتحكي كثير، انت بتكوني مثلا بتحبي تحكي وانت اجتماعيه، انا بحب البنت اللي مش اجتماعيه. بغيرك على حسب شو هو بيناسبه. او انا بدك تكوني عارفه من البدايه انه انا مثلا نظام حياتي هيك 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 ما بيتغير، بدك تتقبلي. هذا الشخص بده يغير منك ومن متطلباتك ومن حياتك لإله مش لإلك. فهاي من الأشياء أو المؤشرات السلبية بالشخص اللي إحنا ممكن نرتبط فيه. وآخر واحدة وهي معروفة أكيد، اللي هو وزير النساء، اللي بحب يتحالى إنه أنا عملت وأنا صاحبت وأنا عرفت هاي وأنا عرفت هديك وأنا قبلك وقبلك وقبلك شو صار. هذا الشخص ما رح يرتاح غير يضل كل حياته يجيب سيرة إنجازاته. فأنا بتخيل إنه حتى ولو ما كان هذا الشخص عم بعمل فعلياً الإشي اللي عم بحكيه، ولكن هو رح يضل يستغل أي فرصة لحتى يجيب سيرة هاي المواضيع، وبالتالي أنت رح تكوني شخص عم بنأذى قدام الناس وممكن تكون فيها نوع من الإهانة. فإذا أنت ما بترضي هاي الشغلة ابعدي عن الشخص اللي يسمى زير النساء. يعني هاي أنت حكيتيها صح 100%، دليل إنه إحنا عايشين بالأسكيمو شوكولاتة والله جمدة قبل ما أزينها. إحنا عم لو والله العظيم مسكين حالنا ما نرج من البرد اللي إحنا فيه. والله اسمع جمدة جمدة، لازم إنه أنتم بس تحطوها خطوط على طول بالسكينه تعملوهم عكس بعض على مثلثات. بس حبيت انه شوكولاته جمدت. حلو، بس حلو كثير طلع منظرها بجنن. احنا هلا رح ندوقها. حلوه وكثير سهله. نرجع نحكي عن شجره البقدونس اللي حطتها دينا فوق، اللي هي قوارب الكوسه باللحمه المفرومه والبشاميل والبندوره. كثير رح تحبوا الوصفه، كثير طعمها طيب. وعملنا فته الكوسه السريعه وعملنا عجه الكوسه كمان سريعه بسيطه. حلو. واخر شيء عملنا من الكوسه كيكه. وصفة ضاعت، راحت هباء، بس كانت رح تكون سهلة. كانت رح تكون سهلة وبنقدر نعملها بحلقات جاية عادي، ولا يهمكم ما نضيع عليكم شيء. 100%. طيب شكرا لكم يا مشاهدينا، شكرا لك يا شيف امتياز على هالوصفات اللي بتجنن وعلى الوقت الحلو اللي بنقضيه مع بعض. عن جد اكيد اسمعوا عن جد والله انا وياها هيك كثير بنتناقش لانه احنا بنحب نقرا. دائما خلوا القراءة جزء من حياتكم دائما. فبنحب نفيدكم شو احنا بنقرا ونستفيد ونعطيكم معلومات اللي احنا بنستفيد منها. ان شاء الله نكون عم نفيدكم ما عم نضركم، ان شاء الله تاخذوا الناحيه الايجابيه مش السلبيه كمان منا. شكرا لكم على المتابعه وشكرا لك يا شيف. ان شاء الله بكره نكون معاكم بحلقه جديده من بهار ونار. كونوا بألف خير.